الحاج عبد العال فواز صاحب احد مشروعات الصوب الزراعيه لانتاج الخيار الاورجانيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت النهارده احد المستفيدين من مبادرات البنك الزراعي المصري لتنميه القطاع الزراعي والمشروعات الصغيره. احنا بدانا ازاي؟ بدانا فطرحت فكره اصلا ان انا اطور من الزرع بتاعي. تمام. فعملت صوبه الحالي صغيره. فرحت البنك الزراعي عايز اوسع. عايز اطور يعني اكبر. تمام. فانا قلت له ما انا عايز قرض على صوب. قال له خلاص ماشي. قوم طب ونزل الارض على المعينه وعينوا الارض الطبيعه وصرفوا لي اللي انا عايزه. بدات بكام بقى الاول معاهم؟ بدات معاهم 300,000. 300,000 جنيه لانشاء صوبه لانتاج الخيار. آه. صح؟ اه. تمام. احنا النهارده عندنا كام صوبه بقى؟ الحمد لله عندي 4 صوب. التعامل ازاي كان مع البنك الزراعي المصري؟ قول لي بقى، احكي لي انا الاول ما رحت عاملوني ازاي؟ وكنت بتعامل الاول سلفه زراعيه عاديه. تمام. فانا قعدت مع الاستاذ بسام، انا عايز عندي صوب وعايز اخد قروض عليه، عايز اوسع. صوب ايه؟ قلت له صوب زراعيه، صوب اعمل خيار. فمشكور راجل يعني طرح الاعلى منه، وبصيت لقيته قال لي ماشي هننزل نعايد. قلت له اتفضل تعالى. تمام. نزل هو ورئيس القطاع اتفرجوا على الصواب وبنشوف الارض وشافوا الزرع وقال لي اللي انت عايزه خده. تمام. فايده 5%. تمام. قلت له عيني ماشي. خد صرف للراجل، هتصرف تاني؟ اصرف اللي انا اقدر اخد اللي واللي احتاجه ارجع اخده. تمام. فانا مش عايز يعني مثلا اتوسع في الاخد وفي العطاء يعني ابقى عايزان، لا باخد احتياجاتي منه. تمام. النهارده انت كمزارع شايف دور البنك زمان ودور البنك النهارده؟ زمان ما كانش كويس. دلوقتي في تعديلات حلوه، في تسهيلات. زمان ما كانش كويس، في يعني زمان كنت تروح عشان تصرف كارت تتعب وتقرف، بعد احيان بنرفضه ما نرضاش ناخد. دلوقتي السلام عليكم. عليكم السلام. عايز 10 جنيه اتفضل، 10 جنيه على ايه؟ على كذا. تمام. يعمل لك ورقك ويصرفها لك وتاخد بعضك وتمشي، يعني مش كمل يوم ان اتاخرت ثاني يوم تاخد فلوسك وتمشي. طب احنا خدنا الفلوس بنسدد بقى. بنسدد يا رب ان يسهل، بنجمع الخيار بنورد لسوق الجمله وبناخد الخيار على حسب اتفاقاتنا مع بعض. تمام. توريد على حسب اتفاقاتنا. انت عامل النهارده منتج اورجانيك خالي من المخدرات، خالي اي من اي حاجه، بتنزلها للسوق المحلي؟ بنزل السوق المحلي. تمام. قول لي بقى الاسعار كويسه بتاعت الـ يعني الـ الحمد لله، يعني اضعف الايمان بتبقى يعني 3 جنيه 2.5، ما بتبقى حلوه بتبقى 7.5. خلال زيارتك للبنك الزراعي المصري هنا بالفيوم، لما قلت لهم انا عايز اعمل صبغه خيار، شفت الرد ازاي؟ الرد استجابه على طول. تمام. يعني ماشي. فين المكان؟ مكاني في ارضي يعني في الحوض كذا، اسم الحوض انا تبع بنك دومو. تمام. انا هنا في دومو معاك، يعني تابع لزراعه، جمعيه الزراعه بتاع دومو. طيب عايزين افاده؟ حاضر. طب عايزين ترخيص للصوب؟ حاضر. عملت لهم ترخيص. تمام. في مدرسه الزراعه عملت الترخيص جبته، خلاص ما فيش اكتر من كده. تمام. شرف اللي انت عايزه على كام صوبه؟ على كذا صوبه. خلاص انا عامل مثلا كنت عامل 3 فدادين. تمام. 3 فدادين على صوب. صوب. تمام. فانا احتجت اوسع شويه تاني، فرحت صرف 335,000 ورحت شدد واحده تاني. المرحله الجايه بقى احنا هل محتاجين هنتوسع مثلا طماطم خضار ان شاء الله؟ طماطم برضه البنك الزراعي المصري. ان شاء الله طماطم. تمام. هيكون امتى ان شاء الله؟ هو هيكون على 7. ازرع طماطم، يعني انا مثلا هشتري طماطم في 7، هنزل في الشتله في اخر 7 في نص 8. تمام. الحاج عبد العال فواز، انت خلال قبل اللقاء قلت لي انت من سوهاج انت واولادك. احكي لي بقى القصه، انت جيت هنا ازاي الفيوم واشتغلنا ازاي؟ احنا جينا هنا من 66، كان مع والدي، كنت لسه صغير. لان مشوار طويل، كان والدي مقاول وكان جاي مع خط السد العالي، فعجبته الارض هنا. كانت دي كله جبل، ده كله كان جبل. الجبل الفيوم، المنطقه اسمها ايه؟ جبل دومو. دومو.
كان كله ده جبل، الاخضر اللي انت شايفه ده كان جبل. ما كانش زراعه، عجبته جبلايا قعد ارتاح فيها وهو شغال، مقاول مع العمال شغاله، فقعد ارتاح في الارض. فسال على اصحابها قالوا ده جماعه من مصر وما بيجوش والحكايه دي، ففضل يعس وراهم لما خدها للنصيب اللي جابنا هنا. صلح وزرع وزرعته. قول لي بقى احنا الانتاجيه بتاعت هنا اللي فدان الصوب كام؟ الانتاجيه بتاعت قد ايه من خيار هنا في الجامعه او في الانتاج العام؟ لا انا بجمع كل اسبوع، ما ده فدان اللي انت واقف فيه ده يعني ب 800 لطن و100. بتجمع كم مره في الاسبوع؟ لا هي مره واحده في الاسبوع. يعني لو قلنا فدان الصوب هنا بيجيب انتاجيه كام طن عامة؟ يعني هو بيتحسب بين 45 طن او 50 طن، يعني بيبدا من 40 لل 50 لفدان الصوب انتاج للصوب. الخيار الاورجانيك. طب احنا بالنسبه للسعر اللي بينزل في السوق المحلي هو مرضي؟ يعني قول لي، يعني قول لي السعر، قول لي التكلفه. ماليش منافس تاني. من لو معايا منافس اتعاقد معاها ماشي، بس انا بدي للسوق المحلي. ما عنديش المنافذ اللي انا اجري واروح اصدر ده ولا اعمل ده. ده لو اتصدر هيتصدر. ده اورجانيك صافي 100%. يعني لو حد محتاج مثلا من الهيبرات او السوبر ماركات الكبيره يا مرحبا، يتواصل معاك تورد له اي كميه. يا مرحبا. تمام. احنا الصوبة دي اشرح لي بقى، الصوبة دي بتكلفت عليك كام؟ الصوبة نفسها الصوبة فدان واحد بكلف احسن من 650,000. 650,000. انا لو عايز اعمل مشروع زي كده على فدان اكسب كام؟ تكسب يعني ما اقدرش احدد لك المكسب، يعني المكسب ده باذن ربنا. ماشي. يعني هل مربح المشروع؟ هو حلو بيجازي على قد ما هتشعل، على قد ما هتتعب، على قد ما هتاخد. تمام. مش هتعمل الصوبه وتصرف عليها 600 و650,000 وتروح تنام في بيتك. طب وهي هتزرع نفسها ولا هتسمد نفسها ولا مين اللي هيشتغل عليها عشان تكسب منها؟ انت كده فلوس رميتها. انت بتزرع وبتشقى، وعلى قد شقاك رب العيديك. تمام. قبل الزراعه احنا بنختار الصنف، بنحلل التربه، بنعمل ايه بقى؟ احكي لي بقى عن زراعه الخيار الاورجانيك. تحليل التربه في مديريه الزراعه. تمام. في جهاز مختص لتحليل التربه. انت شايف عندك في ارضك فيها نسبه ملوحه، خد منها عين واطلع على مديريه الزراعه، عايز احلل دي. حللت الزراعة خلاص، تقدر تقول لك الزراعة تدي سماد ايه تدي ايه. هنا احنا بندي، ما حللناش مش عشان لا، بندي طارد ملوحة وبندي منشطات جذرية بس. ما فيش الاصناف بقى، قول الاصناف هنا بركودة. ده الصنف ده مخصص، ده بركودة مخصص للصوبة في الشتاء. تمام. في العروة الشتوية. الصيفي بقى؟ الصيفي لا، في فصان. في صنف تاني غيره، في فصان.